صلوا على محمد، صلوا على خير البشر، طفوا على بيوته لتعرفوا أنقى الأسر. زوجاته 11 فيما رأوه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة، ميمونة سفية، وهند أم التالية، زوجته جويرية، بنت خزيمة زينب، وبنت جحش زينب. أولاده 7 منهم بنات 4، فزينب في الأول وأم كلثما تلي، رقية وبعدها فاتمة ختامها، يبقى ذكوره وهم القاسم أولهم، وعبد الله طاهر وإبراهيم أذكروا. صلوا عليه سلموا ونزهوا واحترموا.